بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. بنتكلم النهاردة عن خطوات وكيفية طباعة الاختبار الإلكتروني ونماذج من إجابات الطلاب وواجباتهم من خلال النظام البلاك بورد. مع حضراتكم علاء السعيد، أستاذ دكتور علم الطحالب بجامعة اسكندرية ومعار حاليا إلى جامعة قطيم. أول خطوة بنروح ممكن بنذهب إلى صفحة المقرر، بنلاقي المقررات الدراسية، بنختار المقرر وبنختار الاختبار اللي احنا عايزين نطبعه. من الاختبار ده بنلاقي هنا في زرار صغير خالص بالضغط عليه بتطلع هذه القائمة، بنختار تحرير الاختبار. تحرير الاختبار بتظهر عندي الصفحة اللي فيها الاختبار والأسئلة والإجابات بتاعتها. الحقيقة عشان أقدر أطبعه وأسهل على نفسي، فبعمل إيه؟ بنضغط على هذا السهم الصغير اللي موجود في القائمة دي عشان يخفي لي القائمة السوداء دي كلها، تختفي ويبقى عندي وضع الفول سكرين بالشكل ده كده. كده أصبح عندي وضع فول سكرين، وبالتالي أقدر أتحرك في الاختبار بالشكل ده. أدي أسئلة الاختبار ومتعلم طبعًا زي ما إحنا حضراتكم شايفين، متحدد الإجابات الصحيحة. طيب عايز أطبع بقى أعمل إيه؟ الخطوة اللي بعد كده على طول بروح للثلاث نقاط اللي موجودين فوق خالص في المتصفح، سواء على اليمين او على اليسار. انا هنا بشتغل متصفح كروم، واروح لكلمه برنت، فهتظهر عندي الشاشه بالشكل ده كده. الحقيقه الاختيار طالع عندي على طول، يعني سيف از بي دي اف، او في عندي هنا اهو مايكروسوفت برنت بي دي اف اللي هو الاختيار الثاني، يعني اي واحد من الاثنين. طب مش ظاهره عندي، بضغط على سي مور يعني وريني اكتر، فبيطلع عندي هذه الاختيارات القائمه، بيطلع عندي سيف اس بي دي اف اذا كانت موجوده، وفي اختيار تاني اللي هو مايكروسوفت برنت بي دي اف، وممكن نلاقي اختيارات تانيه كتيره، كل واحد حسب الجهاز بتاعه يعني. خلاص مش حاجه ثابته يعني، المهم بختار اي حاجه بتحول لي للبي دي اف، وبضغط ايه خلاص ويبقى كده تمام. اول ما بضغط عليها على طول هنا هلاقي هنا بدل ما دي كانسل هلاقي فيه هنا برنت على طول. بتطلع عندي الصفحة اللي بعد كده لما بضغط، فبيديني المكان اللي أنا هحفظ فيه الملف بصورة بي دي اف، بسمي الملف زي ما أنا عايز، وأتأكد إن الإكستنشن بتاعه أو امتداد بتاعه بيكون بي دي اف، وبضغط هنا سيف، يبقى أنا كده حفظت الملف بتاعي. بعد ما بحفظه بفتحه بأي برنامج من برامج التعامل مع البي دي اف، بيطلع لي الاختبار بالشكل ده، أقدر أتعامل معه إلكترونيا، أطبعه، أعمل فيه اللي أنا عايزه. طيب ده بالنسبة للاختبار. بالنسبة للواجبات أو الاختبارات نماذج الطلبة بيبقى بالشكل ده كده. بنروح لي الصفحة الرئيسية للمقرر، بروح لإدارة المقررات الدراسية وبند لغاية مركز التقديرات، بروح عند الاختبارات أو الواجبات. لو أنا عايز اختبارات هروح الاختبارات، واجبات هروح الواجبات، أو أروح لمركز التقديرات الكاملة، ده حسب بقى حضرتك هتعمل إيه يعني. فلنفرض أنا هنا هروح للاختبارات، فهتكون الصفحة اللي هتظهر عندي بالشكل ده كده. بيبقى عندي أسماء الطلاب ظاهرة موجودة عندي، طبعًا أنا عامل لها بلور يعني خفيها عشان البيانات بتاعتهم، لكن هروح على طول للتقرير وهقول انشاء تقرير بالشكل ده كده، انشاء تقرير، فهتطلع عندي الصفحه بالشكل ده كده، فيها اسماء الطلاب وفي عندي بقى الاختبارات. هذه هنا مثلا اللي في اختبار واحد، اختبار ثاني، واجبات، اختبار نهائي، اشوف انهي اختبار من دول انا عايز اخد النماذج بتاعته بتاعت الطلاب. هروح لاي طالب من الطلاب، طبعا في مستوى عالي، مستوى متوسط، مستوى منخفض، بروح على الزر الصغير ده اللي هو انقر هنا للعرض مزيد من الاختيارات، وبكتب عرض تفاصيل التقارير، بيظهر عندي التقرير بالشكل ده اهو، النقاط بتاعته الى اخر، كل ده ما يهمنيش. اللي يهمني هنا الزرارين دول، عرض المحاولات او عرض المحاوله، عرض المحاولات لو كان في اكتر من محاوله، هنا عرض المحاوله اللي انا عايزها من هذا الاختيار، بضغط عليه بيطلع لي صفحه او اكنها كراسه الاجابه بتاعت الطالب. وزي ما احنا شايفين انا اخترت سؤالين، اتعمدت واحد فيهم هو مجاوبه صح الاجابه اللي هو حطها، ودي الاجابه النموذجيه، واخد 2 من 2. ادي الاختيار السؤال الثاني، النوع اللي متعدد من الاختيارات، هنا مجاوب اجابه خاطئه ودي الاجابه الصحيحه، واخد 0 من 2 الى اخر هذه الامور. ادي الكراسه قدامي بالشكل كده، بروح بنفس الطريقه اللي طبعت بيها الاختبار، بروح للثلاث نقاط واختار كلمه برنت، وبكده اكون ايه، هعيد نفس الخطوات اللي احنا قلناها مره ثانيه عشان اطبع الثلاث كراسات اللي انا عايزهم عشان ملف الجوده. بكده بكون يعني عملت فيديو صغير كده، ارجو ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم لا تجعل في عملي هذا رياء او سمعه، اللهم امين امين، ونسالكم الدعاء بظهر الغيب. شكرا، والى ان نلتقي في فيديو
جديد بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.